والحقيقة كمان الشكر موصول لمعالي السفيرة ونشاطها المكثف في الملف ده والتواصل مع المصريين في الخارج، لما دايما بنقول ان في خبرات وفي كفاءات وفي ناس بتلمع بره ويعني بتحقق نجاحات مهمة، وكنا بنقول احنا اولى بيهم وانه ازاي ما نستفيدش بهذه الخبرات بره. لما الوزيرة اطلقت يعني المجال في هذا الملف، ويمكن عملت اكتر من مبادرة واكتر من مؤتمر بعنوان مصر تستطيع بابنائها في الخارج، وكنا نقول الطيور المهاجرة المصريين بره مدعوين ان هم يشاركوا في تنمية مصر وفي المشروعات كل واحد في ملفه، فبالتالي النقطة دي كانت مهمة جدا. ويمكن معالي الوزيرة النهاردة كمان يعني وجهت الشكر والتحية والمباركة كمان لواحدة من علمائنا دكتورة مي صبري، واحدة من المصريات المغتربات واللي تم اختيارها للانضمام كعضو للمجلس الاستشاري العلمي لطب العلاج المناعي. ويمكن احنا عندنا معلومات كتيرة يمكن نتواصل معها على طول ونسيبها يعني ليها المجال انها تحكي عن نفسها اكتر وازاي برزت وحققت نجاح في ملفها ودراستها كمان في لندن. معانا على التليفون دكتور مي صبري عضو المجلس الاستشاري العلمي لطب العلاج المناعي. مساء الخير دكتور مي، برحب بحضرتك معانا والف مبروك يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. طبعا بنبارك لحضرتك على هذا الاختيار، فيا ريت برضو تشرحي للمواطنين المواطن المصري حيثيات هذا الاختيار وتخصص حضرتك واهميته العلاج المناعي، واحنا طبعا في امس الحاجه والعالم كله كمان لهذا المجال. ابتدي منين؟ ابتدي، او انا درست علم احياء وكيمياء في الجامعه الامريكيه. وبعد كده سافرت وحصلت على الماجستير في علوم الطب البدائي او مولاكيولار ميديسن. وعملت دكتوراه في علم المناعه السرطانيه من يونيفرستي كوليدج لندن، وده كان كله من خلال منحه المقدمه من مؤسسه قالع للمنح الدراسيه. وبعد كده استمريت في دراسة علم جينوم السرطان في كلية الطب جامعة هارفرد ومعهد يوتجه، وحاليا أنا بقود فريق أبحاث بهدف تصميم وتطوير علاج مناعي السرطان. البوست الأخير ده بوست استشاري زي ما حضرتك قلتي، وهدفه يعني الإشراف على العلاج المناعي للسرطان. يعني أنا من صوت حضرتك والصورة كمان يعني واضح أنه صغيرة، يعني أثبتي نفسك ونجحتي وكمان أنه موجودة برضو، ويمكن دي نقطة مهمة عايزين نتكلم فيها، وطنك الأم وإزاي برضو نستفيد من هذه الخبرات ويعني يبقى فيه التواصل ده موجود بشكل مستمر. هو أنا دايما بحرص يعني على أي فرصة للتعاون مع باحثين مصريين أو طلبة عايزين يكملوا الدراسة أو الأبحاث بتاعتهم. وأي فرصة لإلقاء محاضرات أو ورش عمل في مصر لما ببقى موجودة، وأنا يعني باجي مصر كذا مرة في السنة. فبس فدي طريقة الواحد بيحاول بيها إنه يقدم أي مساعدة. نصيحتك للشباب اللي عايز يبدع وعايز ينجح وعنده حلم ان هو يسافر بره، لكن برضه يبقى انتاجه او نجاحه لنفسه ولبلده كمان. رسالتي للشباب والشابات المصريين هو ان هم يحرصوا ويصروا على تطوير نفسهم واهتماماتهم ومصادر الالهام والقدوه الجيده يعني بصوره مستمره. وبعد يعني نحاول نبعد عن المصادر السلبية المحبطة اللي بتبقى في البيئة ساعات، بالذات في اختيار اعتقد الاصدقاء وشركات الحياة. يعني الجيل القادم من الشباب لازم يبقى عارف كويس قوي اهمية برضه مشاركة المرأة في المجال العلمي، لان ده بيفيد المجتمع كله. تمام. وازاي نبقى نساند ونشارك يعني نعمل شراكة يعني حقيقية في المنزل والعمل. وبرضه الجيل القادم من الشابات المصريات لازم يكونوا بيصروا على حقوقهم في تحقيق اهدافهم، ويعني البعد عن الاختيارات اللي بتحدد السقف ده للاحلام بعد الدراسه. واعتقد ان احنا كلنا بنلعب دور مهم قوي في تحقيق المبادئ المجتمعيه دي، يعني فكلنا لازم نساهم في الموضوع.
يعني أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا، وبنحيي حضرتك وبنتمنى لك كل التوفيق بإذن الله، وبنبارك لك طبعا على هذا الاختيار، وإن شاء الله كل النجاح والتوفيق. دكتور مي صبري، عضو المجلس الاستشاري العلمي لطب العلاج المناعي بلندن، شكرا جزيلا لحضرتك.